اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذه الليلة المباركة من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا، ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وتغمدنا برحمتك ورضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونسألك نجاحا يتبعه فلاح، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا مغفرة تامة ظاهرة وباطنة، لا تغادر ذنبا ولا خطيئة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثوابنا من صيامنا وقيامنا أن تحل علينا رضوانك، فلا تسخط علينا أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ومن معافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.